يا رب تكون بخير. ازيك يا صفاء؟ انتوا كويسين؟ اه احنا الحمد لله. طب الحمد لله. معلش انا اسفه ان انا بزعجك، بس كنت عايزه اسالك، يعني هو انت هتبعت قسط الجامعه امتى؟ لا لا اكيد مش الاسبوع ده، ممكن على الاسبوع الجاي. لا طبعا ما ينفعش الاسبوع اللي جاي. خلاص يا ستي ادفعيهم انت وانا هدفعهم لك بعدين، في ايه؟ ما هو انا ما معيش فلوس ادفعهم علشان انت تديهم لي. طب ممكن تيجي على نفسك بعد اذنك وتتصرفي؟ معلش. معلش. اه معلش، تعالي على نفسك وتصرفي. طب ما تتصرف انت بدل ما اتصرف انا. يوه، ما انا لو قادر اتصرف كنت اتصرفت. هو في ايه؟ بقول لك مش قادر. ماشي حاولي تفهمي. ماشي وبعدين ماشي. هيحصل ايه يعني لو القصه اتاجل؟ هيمدوهم على رجليهم مثلا ولا هيمنعوهم من ركوب الباص؟ طب انا كنت عايزه اسالك على حاجه تانية. اتفضلي. انت بقالك قد ايه ما قعدتش مع ادم ويحيى؟ رجعنا بقى يا صفاء. انا مش فاضي اقعد مع نفسي عشان اقعد معاهم، وبعدين محدش منهم قال لي. انت مالك؟ اه بس هما محتاجين يقعدوا معاك حتى لو ما بيقولولكش كده، هما صغيرين دول شباب محتاجين راجل في حياتهم. يا ست البركة فيك، انت ما شاء الله بميت راجل. معلش يا سيدي، تعال على نفسك وفضي شوية وقت عشان تقعد معاهم. عايزة حاجة تاني؟ شكرا، مع السلامة. مع السلامة. ازيك؟ أنا آسفة، أنا كان المفروض أسمع كلامك من الأول. متزعلش مني، عندك حق. الراجل مش اللي شكله حلو وغني وبيصرف، ولا اللي بيطبطب ويخرج ويفسح. وانا كنت بقول لك، امال الراجل ايه يا بابا؟ تقول لي الراجل لازم يبقى راجل. انت صح، انت صح. توحشتني اوي، توحشتني اوي اوي. ربنا يرحمك يا حبيبي، ربنا يرحمك. أنا بحبك أوي.